السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وانت بخير يا مولانا. طيب الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحة ويعينك. وإياك يا والد، تفضل. الله يحفظك. صحيح حديث أسامة بن زيد، نمرك يا رسول الله تصوم في شهر كما تقسم الأسامة في شهر كما تصوم في شعبان. أيوه. وقال ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه طرف الأعمال. صحة الحديث لا يثبت.